رفض لقطع الصورة ضايعة بقية القصة. اوعى تريح ما طلع الحصان ده. مين طلعه؟ اصل يا سعاده البيع ابويا قال نسيره عشان يتهدي شويه. ادي كنت اللي تهديته. انا كنت عارف انه هيوقعني. انا كنت اركب راح وقع. كان قال لي ما تركبنيش. اي انا كان قال لي ما تركبنيش. قرب اربط الحصان ده زي ما كان. حاضر. نور طلع لي فرحان عشان اشوف الحدو بتاعه عامل ايه. حاضر يا سعاده. يا استاذ الفلوس. فلوس ايه تاني؟ ما قلنا الدروس الخصوصيه. وكم فلوس الدروس الخصوصيه يا متر؟ بتتريق؟ العفو مش كلها 30 سنه وتبقى متر؟ معلش 30 40 خلينا نخلص. اتفضل. ايه ده؟ 5 جنيه. انت فاكرني باخد دروس بلي؟ ده قانون يا استاذ. قانون؟ لازم قانون الكباريهات. ناولني 10 جنيه. خد يا شاطر بعزق زي ما انت عاوز. انت خسران ايه؟ ما هو مال سايب. يعني انت اللي تعبان. انت طول النهار رايح جاي على الحصان. طب ورينا عرض كتافك. الحصان بيعرق شمال خلفي. يمين امام يا سعادة البيه. انا شايفه بيعرق شمال خلفي. يمين امام يا سعادة البيه. طب اطلعي بيه ترط. حاضر. يلا فرحان ترط. معاكي حق. طب وايه اللي عرقه؟ ما كان امبارح سليم. لازم الحدو مش مظبوط. ده عم عبد الوارث حدا النهارده الصبح والنهار. طب لما يرجع ابوك يخليه يوديه للبطار. حاضر. هو مش عارف اني داخل بيه المسابقه بعد 4 ايام. لازم الخير كلها تكون جاهزه. حاضر. اجي معاكوا يا سعاده البيه. ابي تعالي معاه بس سيفي كويس. حاضر. ربنا يخليك يا سعاده البيه. تعالي يا فرحان وبلاش صلبطه. السبق بعد بكره وتدخل داخل. خلي بالك دي اول مره هتفرج عليه ولازم يكسب. انت مش عارف معزته عندنا ولا ايه؟ ده سر محدش يعرفه غيرك انت ولا هو؟ ايه ده اللي محدش يعرفه الا هو؟ انت مالك؟ ده سر بيني وبين فرحان. سر بينك وبين فرحان ده؟ بقى فرحان الحصان يعرف اسرارك انت وانا لا. عاد يا نور يا انا مش قلت لك ايه بقى تبطل تقول لي يا واد؟ امال عايز اقول لك ايه عاد انت؟ ما انت زي اهو بالظبط. اتفرج شوف البنات شكلهم ازاي. اتفضل شوف البنات شكلهم ازاي. خدني وبطل تكلمني كده احسن لك. امال عايز اقول لك ايه يا نور يا واد؟ طب خد. انا خد عشان من بطل. خد بيه من بطل. يا اما الحقيني يا اما. مش كلام يا سيد. انت راجل راسي في الزراعه وضروري تفهم اللي انت بتقوله. كان بيت دجول يا فندم. ما تقولش ولا تعيد. الكلام اللي انا اقوله لازم يتنفس. انت عارف ان الارض عايزه شغل. حاضر يا فندم. الو اهلا زكي. ايوه التسليم هيكون في الميعاد حسب الاتفاق. العفو. جهز لهم ال 100 طن بطاطس خليهم يستلموه. حاضر يا فندم. الو اهلا لولو. يعني محدش بيشوفك يا احمد. الخل والارض واخداك مننا ولا ايه؟ انا انت اللي الموضه والمعارض والازياء اللي واخداك مننا. لا ابدا.
اسمع يا احمد، انا سمعت ان باسيلي بيصفي استبلاته، وانا نفسي احضر المزاد. طبعا ما عندكش مانع تيجي معايا. كان بودي والله يا لولو، بس مش عارف يمكن اكون مرتبط بمواعيد ولا حاجه. استني ثانيه واحده. الو. ايوه يا لولو، والله الاسبوع ده كله انا مرتبط بمواعيد. على العموم قبل ما تروحي كلميني. متشكر قوي. اكبر. مالك بتعرجي ليه؟ شفتي الكارنيه والقلم بتوعي؟ كانوا قايلين في حوش الاسطام. الله، ايه ده؟ دم؟ تتعورتي؟ حاجه بسيطه. مش تاخدي بالك من نفسك؟ وريني. اديلك حقن التيتانوس. مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء الخير يا بابا. الولد عصام لسه ما شربش؟ لسه ما جاش. الولد ده باين عليه مش حاجتها البر. تملي شاطح كده. والله يا بابا طول ما حضرتك مدلع زياده عن اللزوم. أنا مدلعه يا ابني؟ طبعا، ما بتوريلوش العين الحمراء أبدا. أنا النهارده طلب مني 10 جنيه قال دروس خصوصية، اضطريت أديهم له لأني واثق إذا ما اديتهملوش حضرتك هتديهم له 20. مادام للدروس الخصوصية. مين عارف؟ حق يا أحمد، عصام عمره ما يكذب. وتصرفاته دي يا عمتي عجباكوا؟ يا ابني ده طيش شباب، بكرة يتهدي ويتجوز ويبقى كويس. والله أختي عندها حق، بكرة لما يتجوز يعقل ويتلم. إيه رأيك يا سامية؟ تقدري تلميه؟ وأنا مالي يا خالي؟ الله الله، احنا رح نستعبط ولا ايه؟ انا حالف ما تخرجيش من البيت ده ابدا. ولا يعني عاوزين نجيب واحد غريب ياخد البنت اللي حلتنا ويلطش معاها كمان الكام فدان؟ والله انا طول عمري اقول عصام لسامية وسامية لعصام. سامية امانة في رقبتي من يوم ما توفى المرحوم والدها. سامية ملهاش رأي في الموضوع ده؟ ما بلاش السيرة دي. قول لي يا احمد، انت رح تفضل مضرب عن الجواز لحد امتى؟ والله يا بابا انا مش فاهم انت ليه مهتم بالموضوع ده زياده عن اللزوم. بس يا ابني ما يصحش ان اخوك الصغير يتجوز قبلك. ليه يا عمتي؟ صح قوي. لكن احنا عايزين نفرح بيك. ليه ما نفرح بيه هو في الاول؟ والله يمكن الجواز يفيده ويخليه بطل السهر واللعب. اهو انت تملي يا احمد تنحل في وبره، وهو يا عيني تلاقيه دلوقتي مشغول في المذاكره. فول اس خلاص اشربتنا يا صعصان عشان تروحوا تذاكروا. من طلب العلا سهر الليالي. واد احنا سهرانين ومفلسين ومقشطين يا صعصان. ودواب راسه ألف سيف لازم يقبض. اقطع بقى. هذه العشرة جنيه اللي خدناه من احمد بطلوع الدرس. الدرس ولا الدروس؟ صحيح، 10 جنيه يسددوا ايه ولا ايه؟ ما هي دي النوايا اللي هتكسر الزير. يا سلام لو كان الزير ينكسر ويخر وعصام يوس القرشين ونرتاح من مطالبات. أعوذ بالله من تفكيركم. أنا عايز فلوس صحيح، لكن في الوقت نفسه طول العمر البابا. أهو ده اللي يتعارض مع المصالح العامة للمجموعة. لو كان الواحد يورث بالحياة ويرتاح، أقل الناس ما تقولش عليه ده ضايع فلوسه بعد أبوه. اللي زي ولد عصام ده ما يفرحش إلا لما يكلفته الجوازة. أنت بتقول فيها هو ناوي لي عنية دي ومجهز العروسة. ومين هي السعيدة المحظوظة دي يا ترى؟ هتكون مين يعني غير سامية بنت عمتي؟ في الداخل يقول لي ايه رايك فيها، وفي الخارجه يقول لي يا سلام لايقه عليك. تقولش بدله؟ اشمعنى متشطر عليك انت وساب اخوك الكبير؟ هو فاضي؟ ده مفيش وراه غير الارض والخيل. يعني مفيش حاجه كده ولا كده؟ اديته للحق فيه بس من طرف واحد. ومين دي بقى تعيسه الحظ يا ترى؟
لولو بنت سماحة بتاع الأزياء. ياه صاحب محلاتيكو ده مليونير يا هلا، دي حاجة تستاهل المغامرة. سيبونا من السيرة دي بقى. هتعزمنا بقى على حفلة الفروسية ولا ايه؟ طبعا، ده احمد اداني 5 تذاكر وقال لي خد عشانك ولشلة الغجر بتوعك. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه الحكاية؟ انا مش شايف جو حفلة خالص. الحفلة اتلغت يا فندم. اتلغت؟ طب وليه ما اخترتوناش؟ بعتنا يا فندم بس الظاهر ستة كنت في العزبة. يا سلام، مفيش غير احمد اللي هياخد الجايزة السنة دي. احمد راحت عليه خلاص. احمد عمرها ما تروح عليه. انت دايما تشهديله عشان بحبه، وهو بيموت فيه. مش باين اللي بيحب ما يخبيش. لا، التقيل يخبي. ويخبي ليه؟ اصل احمد تقيل وانا احب الراجل التقيل. ايه رايك في اخوه عصام؟ طايش. ازيك يا لولو؟ اهلا يا احمد. اهلا يا احمد. هتركب ايه النهارده؟ هركب اي حاجه نطلي سدين. تعالي نشوف الخيل. اخبارك ايه؟ ازاي الخيل؟ كله تمام يا سعاده البيه. ده واكل يجي وقت سكر فانترافيس. الله، وليه تديله سكر كتير يا غبي؟ انا مش قلت لك ما تديلوش غير قالب واحد. قالب واحد ايه واتنين ايه؟ ده ايام لما كنتش تاكلني الوقت بحاله هنزل فيك رافس. طب شد لي اي حصان انط لي سدين. خد سايس جديد الولد ده. ده مش ولد، ده بنت. وقف ولد يبقى حلو كده. بنت؟ ايوه، نور بنت عبد الوارث السايس بتاعنا. اصل ابوها عمره ما خلف ولاد، عشان كده سماها نور. وبيلبسها زي الولاد. شكلها لطيف خالص. جن مصور. تديها لي؟ الله، ودي فرس كمان عاوزه تلطشيها. وبتبحلق فيهم كده ليه؟ انت عبيضة؟ يلا امشي قدامي. يلا امشي قدامي. مش عيب؟ انا راجل معاك. لا عيب. بص هما فيهم ايه؟ فيها ايه؟ فيها اتنين بيبوسوا بعض. بيبوسوا بعض؟ طب وبيبوسوا بعض ليه؟ عشان بيحبوا بعض. يعني كل اللي بيحبوا بعض بيجوا هنا عشان يبوسوا بعض. طب واللي ما عندوش عربية يعمل ايه بقى؟ يقعد على الرصيف. ليه بقى؟ هو مفيش حته يحبوا بعض فيها غير هنا على الطريق؟ مفيش. امال سموه طريق العشاق ليه؟ هو ده طريق العشاق اللي بيقولوا عليها في العزب. ايوه هو ده اللي مش هيلزمك ابدا. ليه بقى؟ مين عارف، مش يمكن يجي يوم واحب واقعد معاه في العربيه ونبص بعض زي بقيه العشاق. بس نجيب العربيه دي منين؟ نجيبها منين؟ يلا امشي. سيبك من حالك. امشي يا عندك. يلا امشي جرب ده. هو انت دلوقتي يا فرحان تستاهل السكر بصحيح. بكره هديك سكر الشاي بتاعي. مبسوط؟ يلا يا عم. يا فضل. نعم يا ريس. يلا يا فضل اعمل لك همه، افرش السبله ودخل الخيط. كله تمام يا ريس، كله تمام. طب دخل بلاط التبن اللي سد السكه بره دي. ما تخليها للاد يا ريس، الصباح رباح زي بعض. بس من نجمه تدخل. من نجمه ندخل. حاضر. وانت يا نور؟ نعم يا عم. يلا بينا عشان نروح. حاضر يابا، بس ادخل فرحان واغسل هدنتي واحصلكم. حاضر نور. اسمع كلام ابوك بعد دخل. يلا يابا. ده يا ظنوا يا ظنوا
ايه ده؟ يعني العربيات ما تمشيش ولا ايه؟ يا فضل يا نور اسمع يا فرحان، داري وشك وما تبصش، ولا فاكرني ولد انت كمان؟ عبد الوارث فضل يا فضل يا نور ازاي ما شفتكيش قبل كده؟ عايز ايه اساسا؟ عايز ايه؟ عايز امد عناية بالجمال، اشوف الحاجات المستخبية. اطلع يا نور. الله، هو احنا فينا من كسوف؟ اسمعي، تعالي دخلي بلات التمن اللي بره وخلينا نفوت. طب اتفضل انت وانا جاي ورا. اتفضل اتفضل. فين؟ ليه؟ هو انا ما عنديش نظر؟ انا كنت تايه عنك. فين؟ نور استني. نور يا عصام. ايه اللي مصحيك دلوقتي؟ مستنياك. ليه؟ يمكن تعوز حاجة. انا ما بعوزش حاجة، اتفضلي روحي نامي. تاني مرة ما تبقيش تستنيني، مش عايز حاجة منك ابدا، فاهمة؟ معلش، الحق عليا اللي بسأل عليك. يا فضل. صباح الخير يا فضل. صباح النور يا نور. بص شوف الصوره الحلوه دي، قطعتها من مجله احمد. بص حلوه. كويسه كويسه كويسه، بس انا عايزاك في موضوع. ايه يا ترى؟ في ايه؟ خير؟ خد الخمسين قرش دول. هات لك بقرشين حلاوه طحنيه. طيب بس استنى، بس استنى. ايه في ايه تاني؟ عايزك تجيب لي انا. لا لا لا، مش تخش جوه ودني وشوشيني من بره. عشاني. يا خبر ابيض ومهبب. لا يا اخت، انا ماليش دعوه بالحكايه دي. وحياه ابوك يا فضل، بس روح وخلاص. لا يا اخت، انا ماليش دعوه، خد فلوسك اهي، مش عايز حلاوه. يا فضل ما حدش هيعرف ان انت اللي جايبه. يا خبر، ده كان عم عبد الوارث يطهر رقبتك. عمك عبد الوارث مش هيعرف حاجه، بس روح بسرعه قبل ما يرجع من عند البيطار. بس بشرط. كل الفلوس اللي هتفضل هاخدها ليا انا. انتي تحوشت العمر يا فضل. ماليش دعوة تحوشت العمر، ما تحوشتش العمر، ماليش دعوة. زي بعض، بس روح بسرعة. وانا يلا. اصل رقبتي بتوجعني ساعتها. واللي رقبته بتوجعه يتعود كده؟ تعالي هنا وريني. ايه ده اللي عاملاه في نفسك ده؟
نور عامله ايه يا عبد الوارث؟ ايه اللي ملغمط وشك كده يا نور؟ ايه ده؟ ايه بابا احمر من اللي بيحطوه ستات وشهم؟ ما تردي اتكلمي. سيبها ما حصلش حاجه. ما حصلش ازاي بس يا سعاده البيه؟ عليه العوض ومنه العوض، يا خساره تربيتي فيكي. هي لازم شافت البنات في النادي فحبت تعمل زيهم. روح اغسلي وشك. اتفضلي. والله لا اكون قطع خبرك بس استني. والله نور كبرت يا عبد الوارث. لا مؤاخذه يا سعاده البيه، اي خدمه. حصل خير، روح شد لي فرحان حركابه شويه. عصام كفل الشر يا ابني، انت راجع بدري ليه؟ عيان ولا ايه؟ لازم الحكايه فيها سر. لا سر ولا حاجه، اصل انا خلصنا مذاكره بدري الليله. بقى كده؟ كده. امال انا بتاخر ليه يعني؟ الله يكون في عونك يا ابني. ان شاء الله السنه دي النتيجه تكون كويسه علشان تخلص. اخلص ولا ما اخلصش؟ انت مالك؟ يعني الحق عليا اللي عاوزاك تنجح. والنبي دي ساميه دايما بتدعي لك ان ربنا ياخد بيدك. سيبيه يا شفيع في حاله، هو كده زي القطط ما يحبش الا خناقه. هو انتوا كل واحد منكم هيطلع بكلمه؟ يا اخواتي سيبوه، مالكم وماله؟ عن اذنكم بقى اما اطلع اكمل مذاكرتي احسن. اسمع يا عصام، بكره عيد ميلاد ساميه. عيد ميلاد ساميه؟ لازم تحضر لها هديه على قد المقام. انت عارف ساميه غاليه عندنا قد ايه. طب اذا كان كده بقى ضروري افوت عليك بكره الصبح عشان نتفاهم. عصام طب محيش العربية؟ عايز اقول لك كلمتين. طب ما تقول. لا لازم اقولهم لك في ودنك. ليه بقى؟ هو احنا بينا اسرار؟ هتنزلي ولا اطلع لك؟ طب قول بس خليك من بعيد. وحتى يا طريبة عن الجمال ده كله، انت اجمل واحدة شفتها في حياتي. انا يا عصام؟ امال انا؟ انت فاكراني بكتب عليك؟ ايوه يا عصام. عمرك بصيتي في مراية؟ بصيت يا ساسا. شفتي ايه؟ ولا حاجه. يا خسارة يا خسارة. ايه؟ تبقي بالجمال ده كله وتحرمي نفسك من الحياه؟ انت لازم تسيبي الاسطبل ده، مكانك مش هنا. لازم تعيشي في سرايا، سرايا على البحر وليها جنينه كلها ورد وياسمين. Thank you.
هدية ومفاشي كمان. بقى بنت زي دي تخمك وتلعب بيك وانت سيدها يعني صاحب الامر والنه. اللي حصل بقى معرفش اقول ايه وانصح مين واتعب روحي مع مين. مع واحد ماشي من دماغه ومسمعش الاراء الجميلة اللي بيقدمها الاخ عزت. ومعاك انت يا عصام ماليش بخت. يعني عايزين نعمل لكم ايه؟ تعمل ايه؟ يبدي الحلق للي بلا ودان. بقى انا لو كنت مطرحك كانت البت نور دي استحملت معايا جولة واحدة. اخواننا فهموني نور دي مش زي البنات اللي تعرفوه. يعني ايه موديل خاص؟ خد مني نصيحة. نصيحة منك انت؟ انت عارف يا عزة مش عصام اللي تقف قصاده بنت ابدا، لكن دي وردة جميلة وفي الوقت نفسه قطة متوحشة محدش يقدر يقرب ناحيتها. ما دام فيها الاوصاف الحلوة دي ما يصح تجرب معاها المادة. المادة التالتة. برافو عليك انت تلميذ شاطر. اشكرك. المادة التالتة طبعا اذنكم. من ده من فضلك. يا متولي كل الاكل ده كله هياكلوه. يا ولد انت مفيش غلطانه غير طلبه الاكل. يعني اموت من الجوع. كل سنه وانت طيب يا سامي. وانت طيب. مبروك يا بنتي. ميرسي يا خالي. شفت بقى الولد اللي عادي لحد دلوقتي لسه ما جاش. اودي وشي فين من عندك. زمانه جاي يا بابا مش ممكن يتاخر اكتر. ما بيقدرش الظروف. اخوك مش فاهم ان انا محلق على بنت عمتك. وان شاء الله السنه الجايه يا ساميه نحتفل بعيد جوازك. ميرسي. اهلا لولو. هلو احمد. كل سنه وانتم طيبين. انت بالصحه والسلامه. كل سنه وانت طيبه يا ساميه. عقبال ما نفرح بيكي. نفرح بيك انت ابدا يا حبيبتي. ميرسي يا نعم. تفضلي. عم عبد الوارث بقى انتوا هنا وانا دايخ عليكم الصوت. طب يمشي نجره قبل ما تشدش دماغه. يمشي نجره. روح جهز فرحانه ما تبيع حركاب الصوت. وانت يا مده والنبي ايه اللي جابتني ايه اللي جابتني وني طلع شويه شعير من الخيل اللي في اسطبل الغربي. يا يا امشي الاسطبل الغربي الادب. امشي اسطبل الغربي. طيب
دمك تقيل قوي يا شفط. اظن فاكرني هقول لك حاضر انا مين. واكل يا شيخ عصام. ايوه عصام يا نور. ايه اللي جابك؟ اللي جابني انت يا نور. انا بس لو تفهميني براحه. لا ابعد ابعد يا عصام. انا جاي لك بنفسي لحد هنا وتبعدي عني. اخسارك. سيبني يا عصام سيبني. عبيطه. شوف انا جايب لك ايه. ايه؟ عشان تعرفي غلاوتك عندي. بلاش من الكلام ده. مين اللي اجمل من الكلام؟ يا سلام مفيش اجمل من كده في الدنيا. لا لا يا اسف. لا لا طب في حاجه تانيه. بص انا مش عايز الحاجات دي يا ساسا. لكن انا عايز اشوف الحاجات دي. لا يا ساسا حرام عليك. لا يا ساسا. وانت مالك؟ مد ايدك عليا يا احمد. انا كان لازم اقطع رقبتك لانك سافر مش قادر تحترم وجود اهلك. انا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقه دي. امشي اخرج بره قبل ما حد في البيت يعرف. ويعني عاوز تموت ابوك؟ امشي بره. انا ما عملتش حاجه يا سعد. اياك اشوف وشك هنا تاني. بره. يا فضل فضل واد يا فضل اسمع يا فضل. في ايه يا عم عبد الوارث؟ شفتش نور يا فضل؟ نور؟ لا. يبقى لازم هربت. هربت فين؟ لا راحت مشوار ايه؟ خدت هدومها. خدت هدومها. انا حجني برج من دماغي هيطير. ايه اللي يخليها تهرب بس يا اخواتي؟
لا حول الله. هذه بتراحت فين بس؟ هذه بتراحت فين؟ صباح الخير. صباح الخير يا عصام. عايزني بحاجة؟ مش عارف عايزك ليه؟ إذا كان على اللي حصل بالليل أنا متأسف. اللي حصل بالليل ولا اللي حصل بعد كده؟ مش قادر أفهم. يا عصام نور هربت. هربت راحت فين؟ أنت عارف راحت فين. أنت اللي حرضتها على الهرب. ما تلجئنيش أتصرف معاك تصرف مش لطيف. اتهورت عليا امبارح وأنا سكت. وأنت اتمديت في استهتارك. اسمع يا عصام أنا أخوك الكبير. لم الحكاوي في الأول بدل الفضايح وكلام الناس. وقولي راحت فين؟ بأسمع. انا ما اعرفش عنها اي شيء. ثم انت فاكر ان انا وصلت للدرجه اللي بيها اهتم ببنت السايس بتاعك؟ على العموم انا غلطت امبارح لكن دي اول مره. دوروا عليها بقى شوفوها راحت فين. وايه بس اللي خلاكي تروحي الاسطبل بالليل؟ ابويا قال لي حضري فرحانه عشان احمد ده هيركب الصبح وظهر ان راحت عليا نوم كل حاجه. وليه ما قلتيش لاحمد الحقيقه؟ نسيتها نبدا شتمني وقال لي مش اخرجي بره. هو انا كنت اقدر افتح بوقتي؟ ها وبعدين؟ وبعدين مشيت ما لقيتش حته اروح فيها. وبعدين فكرت في حضرتك رحت النادي وجبت العنوان وجيت لحضرتك تشوفيني شغلانه عند اي حد من معارفك ولا حاجه. وهتفضلي هربانه كده على طول؟ ستاه ما انا مش عايزه اروح هناك تاني ابدا. لا انا هشوف لك شغلانه هنا عندي. بس لو احمد ده يعرف يا ستاه انك تبقى مصيبه. لا محدش منهم هيعرف انك هنا. كتر خيرك. ودلوقتي يلا عشان اوريكي اوضتك اللي هتنامي فيها. كتر خيرك. ها استلمتي كل حاجه؟ ايوه يا ست لولو. بس ايه؟ خايفة لحد منهم يشوفني هنا. وفيها ايه؟ قولي انك عايز تشتغلي عندي. لا يا ست لولو انا في عرضك مش عايزة حد يعرف ابدا. بعدين يرجعوني غصب عني وانا مش عايزة ارجع هناك تاني بعد اللي حصل. طب خلاص ما تتخضيش انا مش هخلي حد يشوفك ابدا. طب واذا سأل عني سي احمد؟ وايه اللي يخليه يسأل؟ انت هتفضلي هنا. طمنتي؟ كتر خيرك يا سهان. يلا شوفي شغلك. حاضر. انت اسمك ايه؟ اوعى تكون فرحان زي فرحان بتاعنا. وحشني فرحان وصاحي فرحان. انا انظلمت معاه طردني من غير سبب وما قدرتش اقول حاجة. لكن مسيره يعرف اني مظلومة. من يوم نور ما مشيت يا سعاده البيه ومش عارف الحصان جراله ايه. لا عاوز ياكل ولا عاوز يشرب. انده الدكتور يجي يشوف. حاضر. مفيش غير نور بس يا سعاده البيه هي اللي كانت بتعرف ترعاه. يا ترى انت فين يا بنتي دلوقتي؟ والله انا خايف لا يكون جرالها حاجه. يا راجل ما تقولش كده يمكن لاقي شغله تانيه. تقوم تمشي من غير ما تقول لي؟ هو ده معقول؟ دي عمرها ما سابتني ولا عمرها تعرف بره العزبه. يا ولدها زي القطة المغمضة. معلش يا عم عبد الوارث برضو مسيرك تلقاها. صباح الخير يا ستان. زي الحال؟ الحمد لله كله كويس. كله كويس؟ الحمد لله. بس في شوية حاجات كنت عايزة اقول لحضرتك تجيبيها لنا معاكي. ايه؟ شوية فوط وحتة لباد وصابون جلد. طب تعالي معايا. انا؟ ايوه من هنا من هنا. قبل ما نجيب الحاجات اللي لازماكي عايزه افوت عندنا في المحل عشان اشوف الموديلات. ها امرك. صباح الخير يا فاطمه. صباح الخير. الله مش تشدي حيلك يا فاطمه. امال ربنا معانا يا هانم. السواريهات جاهزه؟
ادي احنا بنشطف فيهم كل يوم. بسمع الكلام ده، انت عارفه ان الحاجات دي مهمه قوي. هتخلص امتى امال؟ ادي احنا بايدينا واسناننا اهو. الله، واقفه بعيد ليه يا نور؟ فاطمه رئيسه الورشه. اهلا وسهلا. نور مدربه الخيل بتاعتي، ايه رايك في ورشتنا؟ محروسه بوجودك يا ست هان. انا ماشي، شدي حيلك يا فاطمه، انا مش هوصيك. حاضر، مع السلامه. طيب طيب، الحق عليا، انا اللي عملتها. معلش، اخر مره اتعتب هنا. انا هقطع رجليها من كل العروض، هي فاهمه ايه؟ مفيش غيرها برضو. ليدي يا بابا. ايوه يا ستي، بتقول انها مش هتقدر تشترك في العرض. طب وايه العمل دلوقتي؟ بناقصها، انا هجيب اي بنت واخليها احسن منها. يا بابا هدخلها في العرض بدل ليديا. يا بابا بلاش هزار. مين قالك اني بهزر؟ انا هشغلها مانيكان. ما نجيب اي مانيكان تانية ونستغنى عن ليديا خالص. انا خلاص قلت هشغل نور مطرحها، يعني هشغل نور مطرحها. هنسهر الليلة ولا ايه؟ البركة في تفانيه الأخ عزت بقى. ما تلخزنا يا مستشار السرحان. يعني هو أنا بس اللي أفكر لوحدي؟ محدش فيكو عنده عقل. هو لو فيه كنا طوع لك. طب خلينا في الجو، دور تاني يا جميل. أنا السينمات يا عم، الأفلام كلها قديمة وبايخة. سيبك سيبك، هناك حفلة مسرحية رائعة. الله، أنت عايز تغمينا ليه؟ احنا عايزين نفرفش. دور في ركن المرأة. المرأة، ليكن المرأة. هناك محاضرة رائعة في كيفية عمل المغاد. مغاد؟ الدخول خاطر على السيدات. يا خسارة، شوف لنا حاجة تانية. في يا سيدي عرض أزياء حلو قوي. اسمع يا سيدي، يشترك في هذا العرض مانيكان سيحدث ظهورها ضجة كبرى في عالم الأزياء. بتاع مين العرض؟ ده بتاع اللوم. ايكو المليونير. صديقة أخوك الحميم. يا عم سيبنا من أخويا ومن صديقاته. يسيبنا إزاي والجنس اللطيف كله هيكون هناك. يلا بينا. Thank you.
10 بحبح. ايه تعرفها؟ واتقابل معاها 10 مرات غير المواعيد اللي كان لطحها فيها لانه كان معاه ميعاد مع غيرها. كفايه انت اهو، انا متاكد انها هي. هي مين؟ واحده معرفه؟ طب قوم بقى يا حلو جدد الصلاه واحنا منتظرين. عمل فيكي كده؟ ده انا ذهلت لما شفت. بعدين معاك يا ساسا، مش كفايه اللي عملته فيا؟ عايز مني ايه تاني؟ على العموم اللي فات مات، ما وحشكيش ابوكي وفضل واخويا احمد. انت ناوي تقول لهم انا فين؟ والله حسب، اذا كنت هتعقلي مش هقول لهم. عقلي ازاي يعني؟ يعني خلي عندك ذوق وتتعشي معايا. انا ما بتعشاش مع احد. طب نشم هوا سوا بالعربيه. ما بشمش هوا. لا ما هو كده ما ينفعش، بالطريقه دي هضطر اقول لهم يجوا ياخدوك. يا سيسي عصام اعمل اللي انت عايز تعمله. انت هنا يا عصام؟ شفت نور؟ ايه رايك فيها؟ زعلانه معايا مش عارف ليه. اسمع يا عصام، سيب نور في حالها ومالكش دعوه بيها. ليش دعوه بيها ازاي؟ ده الراجل ابوها هيتجنن عشان مش لاقيها. انا المسؤوله عنها. مسؤوله عنها ازاي؟ هي سايبه، ملهاش بيت، ملهاش اهل، ملهاش ناس. يلا يا نور احسن دور الجه، يلا عشان تغيرها. عصام انا هقول لاحمد على كل حاجه. استناك. ما تخافيش يا ماما. هذه المصيبه. ايه في ايه؟ انا عايزني اتعشى معاك. وفيها ايه؟ لازم تاخدي على كده. مش معقول، انا نور بنت عبد الوارث، ما اقدرش انسى الحكايه دي. اصل مش معقول تبقي بنيكان وترفضي طلبات الناس. لازم تتعودي على الجو الجديد اللي هتعيشي فيه. مش معقول تتنرفزي من كل واحد يقول لك كلمه اعجاب او يعزمك على العشاء. مش عايزه اتعشى مع حد. برافو يا نور، كنت هايل. الحمد لله اللي فاتت على خير، ده انا كنت خايفه وبرتعش. لا ابدا، ده انت كنت احسن من اي مانيكان اصيله، ومن هنا ورايح هتبقي العريضه الاولى بتاعتنا. لو النبي يا ست لولو، ده انتوا دوختوني خالص. انا عايزه ارجع الخيل بتاعتي. خيل ايه بلاش هبل، ده انا عمالك حته حفله للادي بمناسبه نجاحك في العرض. لو النبي يا ست لولو، حضرتك عارفه اني ما عنديش اي حاجه البسها. البسي اللي انت عايزاه، كل فساتين العرض تحت امرك. لازم تتعودي على الظهور، ولا انت فاهمه نفسك لسه في الاسطبل. الفيلي كان هايل مدام. ميرسي. والنور كان هايل. مساء الخير يا لولو. اهلا عصام. فين نور؟ موجوده جاي تبارك لها. لازم اشوفها ضروري. بس يا عصام انا مش منقول من هنا لما اشوفها. اهي هناك اهي. ولا عايزني اهرب من هنا كمان؟ انا بس بدي تصدقيني، انا هساعدك يا نور. باين عليك شارب كتير. عينيكي بتقول انا مصدقك، يبقى ايه لزوم العناد ده؟ قوليها يا نور، قولي الكلمه اللي هتخليني ابيع اهلي واشتريكي. تعالي. ارجوك يا سعصام تبعد عن سكتي. انا فين وانت فين؟ أنا نور يا سعصام، نور بنت عبد الوارث. لكن أنا هتجوزك. يا سعصام هو ده معقول؟ صدقيني يا نور ولو مرة واحدة، أنتِ بالنسبة لي كل شيء. إحنا لازم نتقابل، لازم نتكلم. أشوفك بكرة الساعة 8، هجيلك هنا. عن إذنك يا عصام، نور في ضيوف عاوزينك. ما تسيبك من حكاية نور دي يا أخي. أنا حبيتها يا عزت. أنت متهيألك إنك بتحبها، لأنك مش طايلها. والله يا بنت نصح، ما تتجوزها. ليه لأ؟ أنت مجنون؟ مجنون ليه؟ ما دام بيحبها. ولا بيحبها ولا حاجة. أنا عارفه كويس، هيفضل يجري وراها ويموت عليها، ويوم ما يطولها هيزهق منها. أبدا، أنا بحس ناحيتها بحاجة تانية. ما دام كده يبقى مفيش قدامك غير العقد. عقد ايه؟
عقد التكتيف الأبدي، القيد الحريري اللي بيربطه المأذون يا صديقي. يعملها قوي عصام جريء. أنا فعلا صممت على كده، واللي يحصل يحصل. كويس؟ لا حضرتك، مستنيني لغاية دلوقتي ومكلف روحك عشان تسألني السؤال ده. لا ابدا، انا سهران طبيعي. ليه؟ بتحب؟ هو اللي زيك يعرف يحب. طب تعالى. اسمع يا احمد، انا هقولك حاجة لكن ايه بيني وبينك خالص. انا بحب كده هو. عال عال عال، مادام بتحب يبقى حالك هينصلح قوي، ومقدما الف مبروك يعني. لا خلي الف مبروك دي بكره الصبح. ليه يا ترى؟ لما قابل بابا وفرقع، هتشوف هفرقع قنبله هتفرتك البيت واللي فيه. طب نام دلوقتي والصبح يحلها ربنا. بكره الصبح هتشوف. الصبح يا احمد هتحصل مفاجآت محدش هيصدقها ابدا. قلت لك هضرب قنبله. قنبله انما هتهز البيت. قنبله متحركه. بص ايه رايك فيها؟ مش قنبله حلوه؟ صاروخ. انما ايه، خليها في سرك. طب تعالى تعالى. لا لا خليك انت لغايه بكره الصبح. صاروخ. ان شاء الله تكون نمت كويس الليل. كويس قوي، احسن من كل يوم. الحمد لله. صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. صباح الخير يا ابني. تعالى. انا شايفه بيبصبص الكرسي اللي جنب سابيا. تسمح لي بكلمه يا بابا من فضلك. ما تتكلم يا عصام، هو في حد غريب يا ابني؟ دي حيله انا عارفها يا شفيقه. انا فاهم قصده ايه، مفيش فلوس. هو عارف ليه انا مش عايز فلوس؟ انا عايزك في كلمه يا بابا، تسمح؟ اتفضل يا ابني. حكايه ايه؟ والله ما انا فاهم يا عم. يا بابا انا قررت ان اتجوز. الف مبروك، وانا موافق يا ابني. مبروك يا سامية، مبروك يا بنتي. الف مبروك يا حبيبي. مبروك يا سامية. لكن انا مش جاي اتكلم على سامية، انا هتجوز نور. نور؟ نور مين يا عصام؟ بنت عبد الوارث. ايه دي القنبله اللي قلت انها هتزلزل البيت يا عصام؟ انت طايش ومجنون. انا اضرب مصلحتي. قوم انت يا سامية. امشي اطلع بره من بيتي. انت مش ابني. اهدى يا بابا، انت عيان. انت ابويا عبد الوارث. اهدى اهدى يا خال. الواد ده هيموتني. نعم يا سيدي، تعال نقعد. انا مش جاي الضايف، انا عايز اعرف انت عايز ايه. خلينا اتنين اصدقاء بناخد راي بعض، وانا اكبر منك في السن وفي التجربه. انا مش عايز نصايح، انا مش صغير، انا راجل وليا راي، ورغباتي لازم تحترموها. هتجوز نور يعني هتجوز نور. فكرت في مركزك يا اخي؟ انا حر. بلاش انت، فكرت في اهلك في عيلتك؟ المسائل دي بقت قديمه خلاص. تقدر تقول كده على كل حاجه الا الجواز، ده اصول وتقاليد. انا فكرت وقررت خلاص. ما تبصش لنفسك دلوقتي يا عصام، بص لبكره، بص لاولادك اللي لازم يتشرفوا بيكوا باهلهم. والبنت الغلبانه ساميه دي ايه ذنبها؟ وبعد ما كل الناس عرفوا انها مخطوبه لك. انا مش مسؤول عن ارتباطاتكم الخاصه، ولا عن الاطيان اللي انتوا خايفين عليها لا تضيع. تبيع اهلك عشان بنت السايس؟ بنت السايس؟ بنت السايس دي بقت حاجه تانية خلاص، لما تشوفها هتغير رايك. دي بقت اهم عارضه للازياء عند لولو، وهتجوزها برضاكم او غصب عنكم، واللي تقدروا عليه اعملوه.
والله يا عال بقى بنتك المطعوصة عاوزة تضحك على ابني؟ فكرها تتجوز سنها؟ استغفر الله يا سعادة البيت، احنا ناس فقراء على باب الله، انما انا عشت طول عمري شريف، واذا كنت عرفت طريقها صحيح والشيطان غواها وخلاها تعمل كده ورهاني وانا اشرب من دمها وانتوا تستريح. انت لازم تروح وتشوفها بينه وتخليها تبعد عن ابني، انت فاهم؟ احمد ايوه بابا. خد الراجل ده وخليه يدور على البنت عشان تبعد عن الولد. حاضر يا بابا، بس هدي نفسك. عاوز بنتي. هي فين بنتك؟ مين؟ نور. انت ابو نور؟ اهلا وسهلا، موجوده في اوضتها فوق. وكمان بقى لها اوضه؟ ويا دي فيها حاجه تزعلك يا ست هانم؟ حرام عليك اللي بتعمليه في ولاد الناس ده. انا علمت بنتك صنعه وهيأت لها عمل شريف. صنعتيه كمان اللي تعلمتها بنت عبد الوارث؟ هي فين؟ هي وريها لي، خلينا اخلص عليها وارتاح. هدي اخلاقك دلوقتي تشوف نور بنفسك وهي تفهمك على كل حاجه. تعال معايا. طب ارتاح انت يا عبد الوارث وانا حندهلك نور. وانا حرتاح لما اخلص عليها. نور، نور، في ضيف عايزك. لو كنت ابوكي صحيح كنت عملت حسابي. انت مش جيت، اقعد وهي تفهمك الحقيقه. تفهمني على ايه يا ست هاني بعد كده؟ انت غلطان. غلطان اللي ما قطعتش رقبتها. مظلومه والله. اخلصي. المظلومه ابوكي الفقير اللي سبتيه وخليت الناس. يا بابا اللي ما فهمتكش كل حاجه في ساعتها. فهميني ايه؟ انطقي. ما تخافش يا بابا، طمن قلبك، نور ما فرطتش في نفسها. قبل ما تخاف على روحها برضو تخاف عليك. امال ايه حكايه عصام دي؟ اطلعي فوق فهمي الحكايه على حقيقتها في اوضتك. تعالى ادي كل الحقيقه يا ابو. يعني ابوك يرفع راسه يا نور؟ طبعا يا ابا، انا عشت طول عمري شريف وحفضل دايما شريف. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني دايما الفقير من ضار. يا ما في الدنيا مظاليم يا بنت. قالوا بعتني ليكي علشان ابعدك عن عصام. مش هما اللي بعتينك يا ابو، ده ربنا اللي ساقك عشان تعرف الحقيقه وترد بقلب جامد. قول لهم ان نور عايشه في حالها، خليهم هما اللي يحوشوا ابنهم عني. يعني جاي واخد الدرس وفي ايه بعد كده؟ بنتي مالهاش ذنب يا سعاده البيت، حوشنتوا ابنكم ورجعوا عنها بعد ما خلت عقله الملعونه دي. هو ده الكلام اللي قالته لك يا عبد الوارث؟ ايوه يا احمد بيه. طب روح انت. يروح فين؟ تعالى هنا. ده لا يا بابا، مفيش داعي اللي انت هتعمله. روح انت عبد الوارث شوف شغل. الراجل ده لازم يخرج بعد اللي حصل. ايوه لازم يطرد. مش ده الحل يا بابا. مش عارفه بابا اتاخر ليه. هقوم اكلمه في التليفون. اتفضل. مدمازيل لولو فين يا فتحي؟ قاعدة هناك يا فندم. امال يا ست لولو خيال ووحدة؟ نور. احمد بيه. ما شاء الله. ما كنتش متصور اني هشوفك بالشكل ده. اقعد يا نور. اتفضل يا احمد بيه. لا احمد بيه دي ما بقالهاش لزوم. انت النهارده نجمه مشهوره في المجتمع. انا دلوقتي بالنسبه لك احمد بس. احمد مراد صديق قديم يا نور، مش كده؟ مش معقول يا احمد بيه. وبعدين معاكي اسمعي اللي هقولك عليه. حاضر حاضر.
يا احمد. اهدى دلوقتي التكليف بينا ممنوع. امرك. تعرف يا نور انا بلوم نفسي دلوقتي. ليه؟ لاني ما قدرتش احس بالجمال ده. انا يا احمد انت ايه؟ ولا حاجه. على العموم الفرصه ما ضاعتش وقدامنا الايام كتير اذا ما كانش عندك مانع. ابدا ابدا. او في حد يكون سبق؟ ابدا ابدا. يعني اقدر اشوفك بعد كده في كل لحظه اذا حبيت. احمد ايه الفرصه اللطيفه دي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. شفت نور بقت ازاي؟ الحقيقه انا كنت هزعل منك لكن لما شفت نور بالشكل ده نسيت نفسي خالص ونسيت اني زعلان منك. انا عندي حصان جاهز، ما تيجي تركب معايا يا احمد؟ والله فكره. ما تيجي يا نور؟ معلش تفضلوا انتوا. تمام اذن. صحش انت دلوقتي نور هانم. صحيح يا حبيبي. ممكن اقابلك الليله دي عشان في حاجات مهمه عايز اقولها لك. تحت امرك. الساعه 8 في النادي. حاضر. مساء الخير يا عمتي. احمد عملت ايه يا حبيبي؟ رحت للولو وضروري فهمتك. وطبعا بستبتها، انا عارفك بالحق ما تتوصاش. ولازم لولو طردت؟ ما هو مش ممكن الموضوع ده يتم في ثانيه واحده. انا ماليش طول بال للطريقه دي، انا هقوم واسيبك تتفهم يا ابوك. ما هو يا عمتي انا سابق قلت لحضرتك ان الموضوع ده عايز شويه صبر. انا كمان عاوز اطمن على ثروه البنت عشان ما تطلعش بره، وثروه عمتك ثروه كبيره. فاهم. واذا كان عصام ده هيفضل على عنده يجوز عمتك تتصرف في ثروتها والف عريس يتمنوا البنت. ما هو احنا لازم نفرق بين عصام ونور، انما بالذوق مش بالتهديد. ازاي يحصل ده؟ انا بدات في خطه، فاذا نجحت هستمر فيها، وانا واثق اني هستطيع اني افرق بين عصام ونور. ربنا يوفقك يا ابني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سامبي. منور. الست موجوده؟ انهي واحد فيهم؟ الست نور. الست نور هرج. مش ممكن تروح تشوفها فوق؟ ايه دي ست تربيه ولا فيا غير جزء نايم بيوجي زي الفوانيس؟ والله العظيم هرج. انت عارفه الطريق ده اسمه ايه؟ طريق العشاق. الله، وعرفتي منين؟ تجيتي مع حد هنا قبل كده؟ مع فضل وفرحان واحنا راجعين من النادي. افتكرت. ايه يا احمد بيه؟ افتكرت تكوني جيتي مع واحد عصام مثلا. لا يا احمد بيه، انا عمر ما كان في حياتي غير مين؟ غير الاسطبل والخيل. طب دي حاجة تطمن قوي. مش فاهمة. عاوز اقول يعني مدام كده اطمع الاقي مكان في حياتك يا نور. مش معقول، انا مش مصدق. بكرة الايام حسبت لك. حتة ولا حتتين؟ حتة واحدة. زي تمام. الظاهر ان في حاجات كتير مشتركة بيننا وبين بعض ما كنتش اعرفها قبل كده. في حاجة كمان كانت مشتركة بيننا زمان وبرضه ما كنتش تعرفها. ايه هي؟ فرحان. حصان بتاعي؟ ايوه. عمره ما كان يرضى ياكل السكر غير من ايدك وايدي. ياه، ما كنتش اعرف الحكاية دي قبل كده. في ايه كمان مشترك بيننا يا نور؟ الحب يا احمد. حب؟ مفيش اتنين بيحبوا الخيل قدنا احنا الاتنين.
وإيه كمان؟ ما افتكرش وضعي سايس يسمح بأكتر من كده. مش موجودة إزاي بس؟ ما قالتش راحت فين؟ أنا خلاص هتجنن. لا، الحكاية لازم فيها سر. ابحث يا صديقي عصام. عن مين بس؟ نور النهاردة ماني كان مشهورة والمعجبين كتير، وألف راجل يحبوا يعرفوها. ألف راجل ده صحيح، ألفين جايز، إنما المهم دلوقتي عايزين نعرف مين اللي عايزاه نور. أنا بدون شك. أنت ما تعرفيش إني بقرا الكفر؟ صحيح. شوفي بقى يا ستي، ده خط العمر. يا سلام، عمرك طويل جدا، هتعيش لما يوصل عمرك 120 سنة. يا نهار أبيض. وحيكون عندك ثروة كبيرة عن طريق حد، ميراث، زوج. وفي كمان يا ست نور، في واحد بيحبك وهتتجوزيه وتخلفي منه. يا نهار أبيض. 2 3 5 7 12. الله يسامحك أحمد. أنا عارفة إن هيجي يوم نفارق بعض. ليه بتقولي كده يا نور؟ كل حاجة لها نهاية يا أحمد، وأنت عارف إن إحنا مش ممكن نستمر كده. إذا أنت قبلت أنا ما قبلش. كل واحد له كرامة يحب يحاسب عليها، وأنا كل اللي أقدر أعمله دلوقتي إن أرضى بالبعد عنه. وكفاية عليا إني أحلامي اتحققت وبقيت جنبك ولو أيام من عمري. أحلامك اتحققت؟ زمان لما كنت في الاسطبل كنت أقعد أبص عليك وأراقب كل حركاتك، وكنت أحلم وأحلم، لكن عمري ما تصورت إن هيجي يوم وأحلامي تتحقق، وهتفضل ذكراها في قلبي طول العمر. أرجوك يا نور بلاش السيرة دي. شوف لي الكف يا احمد. نور، انا شايف ان مقابلتنا مش ممكن تستمر بالشكل ده، لازم نشوف حل. ايه نور؟ دي اخر مره نتقابل فيها، انا اسف، احنا لازم نسيب بعض.
تصبح على خير. اصبحي على خير. اهلا ست الحسن والجمال. كنت فين لحد دلوقتي؟ يا ستي الحكايه اما حته حكايه انما غريبه خالص. كنت بحب والليله نسيتي؟ لا حسيت انه بيحبني هو كمان. لازم عصام. لا احمد. احمد مين؟ احمد مراد. تتقابلوا امتى؟ ده احنا كل ليله مع بعض. انت واحمد؟ ايوه. مش عارفه ليه. طب تعالي تعالي. يعني روحي اوضتك دلوقتي وانا بكره هدبر لك كل حاجه. انت لسه صاحي يا احمد؟ تعمل ايه؟ ولا حاجه. مش نام بقى وبكرة الصبح هصبح عليك. أمرك يا ستي. حقوم أنام. تصبحي على خير. ومين؟ نور يا بابا. نور؟ أدي آخرة المعروف. خطفت أحمد اللي كنت عاملة حساب أتجوزه، اللي كل الناس عارفة إني خطبته. في الحقيقة هو مشكل يوسف له. أنا عذرك. أعمل إيه يا بابا؟ اسكت على نور دي، نطردها ونريح نفسنا، تروح للشارع، تروح في داهية. مش هو ده الحل يا بابا. امال عايزة ايه؟ البنت دي بهلوانة خطيرة وبتلعب على الحبلين، انا لازم اكشفها. هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا هنتقم منها. الو احمد، وحشني قوي يا احمد. ايه الغيبه الطويله دي؟ يا ترى ايه اللي شغلك عنا؟ اسمع يا احمد، انا عامله حفله الليله وعازمه كل اصحابنا، لازم تيجي. جاي؟ انا مستنياك. اروار. ايوه اديني الاستاذ عصام من فضلك. هو ميعاد الحفله لسه ما جاش. انا قايم اهو. بس ايه الفرصه وجات لحد عندك ونور مستنياك. عايز ايه؟ عايز التشجيع والتوجيه. انا من رايي انك تلو وشك وتعملها زعلان. اهو ده الغلط. اعمل ايه بس يا عز؟ مش لاقي حق ازعل. الاشواق يا عبيد، العواطف. بعد ما سابتني المده دي كلها ولا حس ولا خبر. امال عايز المايه ترجع لمجاريها ازاي؟ والله برضه رايي، وانا شخصيا موافق عليه. يعني اقوم اروح الحفله؟ طيران. اهلا لولا. الو احمد. اهلا زمان. اهلا. دي اول مره بتتنزل وتقبل العزوم. والله يا اصلي اليومين دول مش مشهور زي الاول. كيف؟ اصل احمد دي ما كانش يقدر يكسفك على طول. لو اتفضل. ايه يا احمد بتدور على حاجه؟ لا. هلو لولو. عن ابنك. اهلا مرحبا.
انا متشكر قوي على الدعم للسهره اللطيفه دي. ان شاء الله تكون مبسوط وتقضي معانا وقت لطيف. متشكر قوي. نور موجوده في الفرندا. هقضي طول عمري أعد الساعات اللي قضيناها مع بعض. سيبنيش أبدا يا أحمد. أحمد عصام، اسمعني يا عصام، أنا هشرح لك كل حاجة بيني وبينك. أنا أخوك الكبير ولازم تثق في كلام. كنت أتصور أي واحد إلا أنت يا أحمد. ما تسيش الظن بي قبل ما تعرف الحقيقة. تعال نشوف مكان هادي نتفاهم فيه. انا اسف يا عصام. خلاص انت تعبان. هات غش يا سيف اللي اقذر. احمد احمد سيبها دلوقتي. احمد انت فاهمه ان واحد زي احمد مراد يحب واحده زيك؟ انت لازم تفهمي انك بالنسبه له الخدامه اللي بتشتغل عنده في الاسطبل. ولا انت فاهمه ان الفساتين اللي لبستها لك هي اللي هتخليكي في مستواه؟ لا، فوق لروحك. اصحي، لازم تفهمي انك بنت السايس، بنت السايس اللي بتشتغل عند احمد مراد مهما عملتي ومهما بقيتي. منتظرك يا احمد بيه عشان ارد لك الاهانه. طب بس ما تعليش حسك. ايه خايف من ايه؟ مش عايز حد يعرف؟ انا هسمع البيت كله. يا بابا يا عمي يا ساره تعالوا. اللي بتحرم الحب على الناس وانت غرقان فيه. بعدين تندم على الكلام ده. صح، هتعمل لي ايه بعد اللي عملته؟ تعال يا بابا، تعال يا عمتي، تعالوا شوفوا البيه كان سهران فين ومع مين. عيب يا ولد. عيب يا عصام، اخوك اكبر منك. عيب؟ ومش عيب عليه هو؟ مش عيب على اخويا الكبير لما يمنعني عن نور عشان عامل حسابه انه اخطفها لنفسه؟ انت بتقول ايه؟ اسالوني كان سهران معاها. مش ممكن. خليه يكدبني، خليني واقف قدامك. صحيح يا احمد، ابي احمد مش ممكن يعمل كده. ما تتكلم، ما تتكلم. تعال اقول لهم اني كذاب وانك انت الصادق. تعال ما تهربش. عصام عصام تعال يا ابني. الله يرضى عليك. هربت ليه يا فارس يا شجاع؟ اظن فاكر ان حسيبك، اظن فاكر انك تسرق مني كل شيء واسكت. حب ابويا واحترام عيلتي ونور كمان. خايف توريني وشك ليه؟ ارفع عينيك في عينيا. بص لي يا عاقل، يا رشيد العيله اللي ما كانتش عاجباك اخلاق عصام. عصام مخلص وصريح، لكن انت مخادع وكذاب بألف وش. نسيت دلوقتي مركز العيلة وشرفها؟ راح فين الوعظ والإرشاد؟ فين الحسب والنسب؟ فين مستقبل الأولاد؟ جريت لي ورا بنت السايس؟ قناع الزائف اللي كنت لابسه يا خسارة، وقع منك قبل ما تكمل تمثيل الدور المنحط اللي كنت بتلعبه على عيلتك وعلى اخوك. ما تبصلي، واجهني عشان اقولك رايي فيك. احمد اخويا بتعيط. تصور الحب يخليك تبكي في يوم من الايام يا احمد. انا اسف.
عصام، الكلام اللي قلته ده صحيح يا ابني. اسمع يا بابا، اسمع يا عمتي، انا بطلب منك ايد سامية. مبروك يا ابني. مبروك يا حبيبي. بس انا مش فاهم حاجة، احمد فين؟ احمد يا بابا انت فاهم، احمد اشتغل وتعب كتير حافظ على ثروتنا. ما هو راجل ليلى يا ابني. لكن انا اقدر اخد محله دلوقتي، ومن حقه انه يرتاح، وما دام اختار لنفسه اللي تريحه. برضه نور بنت السايس انا يا ابني. يا بابا حكايه الحسب والنسب دي كانت زمان، دلوقتي الحب اقوى من اي شيء. عصام عنده حق يا مراد. ما دام انت موافقه يا شفيقه. ما تبقاش طماع بقى يا بابا، هو في حد تتحقق له امنيتين في نفس اليوم؟ يلا بينا بقى نقول مبروك لحم. ابي احمد الحق اخوك يا عصام. روح يا ابني شوفه رايح فين. سيبه انا عارف هو رايح فين. أزعجتك في زيارة غير مناسبة. ما تقولش كده يا أحمد، ده بيتك. لولو، ممكن أشوف نور؟ نور مين؟ بنت السايس؟ أيوة. مش نور يا أحمد اللي تستاهل إنك تدور عليها. بس هي فين؟ رجعت للشارع اللي جات منه. يعني إيه؟ طردتها. أنت متأكد إن نور هي اللي تقدر تساعدك؟ وأنا يا أحمد عمرك ما فكرت فيا؟ متأسف. وحشتوني كلكم، ما كانش لازم اسيبكم ابدا. نور الحمد لله اللي لقيتك. تعملي ايه هنا؟ ده مكاني يا سعادة البي. وايه اللي لبسك كده؟ دي هدومي وهنا اصلي، وعمري ما هقدر اتبرى منك ابدا يا نور ابدا. انت هتفضلي دايما معايا وعمري ما حسيبك. تعالي سيبني يا احمد بي. انا مش ممكن حسيبك ابدا، انا بحبك يا نور. انا هتفضلي دايما معايا.